في البداية لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس التنبيه ليصلك جميع شروحاتنا ودروسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول المرسلين. أما بعد، أولا نتأسف لعدم نشرنا شروحات جديدة على القناة، وهذا لظروف معينة. أما الآن شرح يكمل حول طلاء رينوبليكس 090 من شركة ريناكسان، وهو طلاء عازل مائي شفاف مقاوم لأشعة الفوق البنفسجية من مركب واحد، يستند في تركيبته على البوليريثان. المنتج يجف عبر التفاعل مع الرطوبة في الجو، حيث يشكل هذا المنتج طبقة شديدة المرونة، وتكون هذه الطبقة مطاطية ومقاومة لأشعة الشمس، وتعطي التصاقا مثاليا على العديد من الأصبع. كما أن هذا المنتج أيضا يتمتع بخاصية مقاومة للبرك والتجمعات المائية، كما أنه يحافظ على خواصه المطاطية حتى ضمن الحرارة المنخفضة، مما يجعله منتج غير قابل للتجمد، كما أنه يعطي طبقة لامعة للسطح. ويمكن أيضا استخدام هذا المنتج كعازل مائي فوق الرخام والسيراميك الأرضيات والحجارة، وهو موضوعنا اليوم، والحجارة الطبيعية، كما أنه يمكن استخدامه في عزل الأسطح الخشبية وغيرها. كما تشاهدون، أول مرحلة نقوم بها في عزل مائي لحجر الشلال، وهي تنظيف الحجارة أولا من الغبار، حيث نقوم بتنظيف هذه الحجارة بواسطة المكنسة. شاهدوا الطريقة. وبعد الانتهاء من تنظيف الحجارة بواسطة المكنسة، نقوم بواسطة هذا الجهاز الهوائي بتنظيف الغبار كاملا على هذا الشلال وهذه الحجارة. بعد الانتهاء من مرحلة التنظيف، الآن نقوم بتجهيز هذا العازل، حيث جميع مقادير الخلط تجدوها مكتوبة على العبوة. الآن نأتي إلى مرحلة طلاء الحجارة. مرحلة تنفيذ العازل المائي على الحجارة هي مرحلة سهلة جدا، حيث نقوم بطلاء هذه الحجارة بواسطة فرشاة وأيضا بواسطة أرول كما هو موضح. استعملنا الفرشاة لتغلغل هذا الطلاء وهذا العازل المائي في الأماكن الضيقة وفي الزوايا، وأيضا نستعمل الرول في أثناء العمل. وفي نفس الوقت يقوم شخص آخر بتمرير الهواء على الجدار أو المكان الذي قمنا بطلاء عليه العازل المائي كما هو موضح في الفيديو. وفي الأخير شاهدوا كيف كانت هذه الحجارة من قبل، وكيف أصبح منظرها جميل ولها لون جميل، وأصبحت هذه الحجارة ذات لمعان جيد بواسطة هذا العازل المائي الشفاف، وهي أيضا أصبحت مقاومة لكل الماء. فنرجو من الله أن نكون قد وفقنا في هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.